جيم ريش سيناتور جمهوري وعضو بارز في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ. أدين هجمات الحوثيين على البنية التحتية في الإمارات والتي قتلت بصورة مأساوية 3 أشخاص وجرحت آخرين. تعازية لكل من تضرر. مرة أخرى نحن أمام عمل خطر تقوم به مجموعة تعمل بالوكالة لصالح إيران وليست عضوا في المجتمع الدولي يتصرف بمسؤولية. يجب أن يتوقف هذا الأمر. كريس كونز سيناتور ديمقراطي أدين بشدة الهجمات ضد المدنيين الأبرياء في أبوظبي. أظل ملتزماً بالعمل مع الإمارات لحماية نفسها ضد تهديدات الحوثيين والخصوم الإقليميين الآخرين. دون بيكن نائب جمهوري أدين الهجوم الإرهابي على أصدقائنا في الإمارات. زادت حدة هذه الهجمات منذ أن قام الرئيس بايدن بإزالة الحوثيين المدعومين من إيران عن قائمة المنظمات الإرهابية. علينا إعادة وضع الحوثيين على القائمة مجدداً ومنع إيران من إرسال الأسلحة إلى اليمن. كريس ميرفي سيناتور ديمقراطي أدين بشدة هجوم الحوثيين بطائرة مسيرة على مطار أبوظبي الدولي والذي أسفر عن مقتل 3 موظفين مدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية الحيوية. إن زيادة هجمات الحوثيين عبر الحدود على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مقلقة للغاية وتشكل تهديداً خطراً لحياة المدنيين في الدول المجاورة بما في ذلك عشرات الآلاف من المواطنين الأمريكيين. تسببت غارات التحالف الأخيرة على صنعاء بمقتل عدد من المدنيين بمن فيهم أطفال صغار ودمرت منشأة لمعالجة المياه في صعدة يعتمد عليها أكثر من 120,000 يمني. على جميع أطراف النزاع تجنب استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية. من المرجح أن تستمر هذه الحوادث طالما استمرت الحرب. على المجتمع الدولي أن يبذل قصارى جهده لإنهاء القتال ويتعين على جميع أطراف النزاع منع المزيد من الأذى للمدنيين.